عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشا اقفل يا باشا الباب يا باشا. أنا مين في المهندسين إن شاء الله؟ شارع البطل عبد العزيز. البطل أحمد؟ إيه كانت أحلى أيام والله. البطل أحمد عبد العزيز كان صاحبي في الجيش. كان صاحبي. في عصره؟ حضرت ثورة 37. 37؟ كم سنة أنت؟ أنا عندي 36. 36 ازاي 36 وعصرت عبد العزيز؟ ما عبد العزيز 36 وهو كان في ثورة 37. 37؟ احنا سنة كام دلوقتي؟ احنا في 2020. كام؟ 2030. انت لو غيرت ال انت عايش فين؟ انا عايش في شارع ال 20. طب انت هتعرف تودينا؟ طيب انت عندك خالص الزاين. انا ولما يجي يخش شمال ولا مين معاك ونعمل الاشارات دي حتى الاشارات تعدي من الشغال. الاشارات دي؟ طلعيها من الشمال. انا في سنة 34 اياميها كان لسه الاستاذ. طب اسوقلك انا طيب؟ لا يا حبيبي اسوقلك طيب؟ لا عادي عادي. انا عندي رامي حفيدي. واد رامي ده واد عسل حفيدك. واد سمكان عربيات هيعجبك حاجه كده يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. ها من الاخر يعني. الله ينور عليكي. تعرف الاستاذ علي عبد الهادي؟ علي عبد الهادي؟ وزير المواصلات. علي عبد الهادي كان دفعتي برضه. انا كان دفعتي انا والاستاذ والبطل احمد عبد العزيز. البطل احمد عبد العزيز. انا كان حبيبي سعد زغلول. لا سعد ده كان موال تاني. لا ده انت عجوز بقى. طبعا انت عجوز بقى. انت عجوز تعرف سعد انت. نفسي تبطل. ده سعد كان حبيبي. طريقك شويه. سعد كان حبيبي. سعد كنت اقول له يا سعد. يقول لي يا سعد. اقول له يا سعد ما تبصلهاش من تحت. ده يا سعد بص لها بالظبط عليك. اقول له يا سعد بص لها من فوق. تقول لي ولا تشغل التكييف يا عم؟ ما هو مش شغال عندي. ليه؟ مش شغال يا عم. عمال تهرش وعمال تقول لنا في كلام مقلش. ايه يا بنتي مالك؟ عمال تجيب الاخر في قدام وقدام في الاخر. انت يا بنتي عيب. انا قد جدك عيب. انا انت قد جدي؟ عيب يعني لازم يبقى في شيء كده من الاحترام يعني. والله ايوه. خد معاك يا باشا. معلش انا اسف لحد الله. ايه ده يا نهار ايه يا عم شكشك؟ يا عم انت نهار ايه؟ كده عادي. لا مؤاخذه معلش. انت راكبين مع الراجل ده؟ والله العظيم يا جدعان الراجل ده هيتعبكم. حكى لكم على مروان و73 من ثوره 19 وسات. يا عم نزلنا يا عم. انا انت عارفك انا انت ما انت انا اللي عامل يهودي انت. والله انت عامل اسرائيلي. ممكن تسرع شويه عشان انت بطيء. يا بنتي انا بقالي 95 سنه شغال في المنطقه. انت لسه من شويه بتقول 20 سنه دلوقتي 69 سنه؟ يا بنتي 69. انت مش ما مش حلو مش لا. انت انا عرفتك. انت احمد مصر انت. مين؟ انت احمد مصر انت صح؟ ده ابن خالتي احمد مصر. ايوه انت احمد مصر. وانا نانسي عجرم. عم شكشك احنا امتى هنوصل؟ يا بنتي بالعجله الندامه وفي التاني السلام عيب. افهم انت لسه صغيره انت. دي 75 سنة صغيرة برضه. 75 ما شاء الله عليها يعني باينة اهو. هتوصلنا بسرعة ولا هتفضل ترغي كتير؟ انت عيب ما تقليش أدبك عليا. طب يلا عايزين ننجز. لا ما تقليش أدبك عليا. يعني الجو حلو. لا ما تقليش أدبك عليا. أنا راجل قد كده فعلا. أنت يا بنت عايزة أنت مني. لا ما تديني على مين أحسن بقى. ما صغيرة ولا إيه؟ طب ما تخلص عايزين ننجز. ولو كان مربيكي. ما عم علي انت مش مربيها. بقول لك ايه يا عم علي. اما تتباع بقى روح انت ابوها. خلاص بقى عشان اوعي دي. انت قلت الادب وانت اصلا مش عارف تسوق ولا عارف تتكلم ولا عارف اي حاجه وعمال تعمل علينا شغل واي حاجه وخلاص. انا قد جدك يا عم علي. ما يصيرش هذا. طب يلا خلاص ما يصيرش هذا حكي. يا اخي انت راجل يا اخي بارد يا اخي انت. طب بقول لك ايه بقى انزلي. هات اخر فلوس الاجره بتاعتك. انزلي وريني بقى نفسك بقى. تسمحوا لنا نزهق الحلقه؟ طبعا. على مهلك يا بابا على مهلك. شغل لك التكييف والدنيا تبقى حلوه عشان اكيف لك كده الجو. الله ينور عليك. الجو بقى حر وكده.
استاذن حضرتك بس معايا خوكتين بنتين ممكن اخدهم كويسي على طريقه. على طريقه لو اقول لحضرتك والله ربنا ما يحرمني منهم ادب الدنيا واخلاق الدنيا كلها، والله العظيم احترام واحتشام وادب. لو اقول لحضرتك ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح ربنا يجعل وشك انت واخواتك البنات القبول، شقيانين والله العظيم يا بابا عشان تخيل. ما شفتش كده والله، ما شفتش بنات بتشقى عشان خاطر اخوهم الولد. التسريحه اللي انا عاملها دي نوسة اختي الصغيره اللي بتعملها لي، والله مصر كلها بتكلمني عليه. نص مصر بيكلمني على التسريحه والنص الثاني بيعلق نوسة بيسال على مين اللي عمل التسريحه. وبيرو الكبيره، بيرو بقى الكبيره ما اقولش لحضرتك احترم، ما يشوفوش الشارع، شغل ليل نهار، شغل شغل شقه شغل شقه. اقول لحضرتك على سر، انت حضرتك زي والدي وعارف ان انت كاتم اسرار، انت ما بتقولش اسرار. اتفضل يا حضرتك. هتقول لحد؟ اتفضل. قول والله ما اقول لحد. طب قول والله. بتحدفني بالله يا ابني. طيب خلاص، ما انت حسين انت راجل جميل وكبير وحلو. اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضل. عايزين يجوزوني. والله عايزين يجوزوني، شوف يعني بيقفوا جنبي في الجواز ويقفوا جنبي في كل حاجه، هم اللي علموني والله العظيم، ما بيناموش من كتر الشغل. اهم 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 البنانيتي العشاشين، بص انا بالدنيا والله العظيم ثلاثه. بص البنت لابسه عبايه ازاي، بص الثانيه لابسه عبايه ازاي، بص بتاكل لبان علشان تفضل محافظه على ريحه بقها. والله والله العظيم ادب الدنيا، ادب الدنيا. عامل ايه يا سماسين؟ حبيب قلبي، حبيب قلبي من العسل ده. حبايبي حبايبي حبايبي، والله العظيم لسه بقول لعمو، بقول له يا عمو ادب الدنيا اخلاق الدنيا. عامله زي العصفوره الكناري دي، ربنا يخليك. استنى بس يا عمو، انت عامله زي البطه المزغطه. عارفه يا بيرو لسه بقول له، لسه بقول لعمو ايه، استنى بس خليك معايا يا عمو. انت سخنت ليه فجاه كده؟ انت جبت الزول ده منين؟ مش عارف، زول زول يعني، ده زول على الاخر. انت لسه بقول له، بقول له ما شاء الله عليك، وبقول له ادب واحتشام. بص لابسين عبايات بياكلوا البن عشان يحافظوا على ريحه بقهم. ايوه تعالى بس كده يا حاج، انت بتسخن ليه كده؟ ده انت مالك يا حاج؟ نو تاتش. انت فيك صحه يا بابا ولا ايه؟ مالك ايه؟ مالك عايز تتجوز؟ صح طبعا. صحه صحه ايه؟ ده احنا هنطلع عين. لا والله. بس ايه رايك في الويز؟ هو حد يلاقي البط وما ياكلوش؟ انا عارفه. هو حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد هو يعني ينفع حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد يلاقي الحمام ده؟ او ما يحملوش؟ اه خليك بقى معايا في الطريقة يا بابا، خليك بقى معايا. انت راجل جميل كده زي بابا. ايه يا سماسيم؟ ايه يا قلبي سماسيم؟ شكله في الجعان قوي. ايوه. لا يا سمسم بص سكتك يا سمسم. انا باصص يا حبيبي. اهدى بس يا عمي. اخواتك حبايبي. اهدى يا عم يا مسلم. باين عليهم حبايبي يعني. اهدى بس، انت فيك صحة للكلام ده يا حاج. بقول لك عملتوا ايه يا اولاد؟ انا كان متفق معايا على 200، اداني 300 دولار لان اتبسط قوي. طب الصلاة على النبي، وانت يا ابو طلال عامل معاكي ايه؟ بلا وكسه، ده مقرح. مقرح ازاي؟ 200 دولار مش انت كده بتحوري لي يا نوس. لا يا حبيبي انا اقدر العبها. هتلعبيها معايا زي ما لعبتيها معايا في ابو مبارك. انا اقدر العبها معاك. ما تحرجيش. بس انت هلعبها معاك. مالك يا بابا؟ في اعصابك سايبه ليه كده؟ مالك مفاصلك فيها ايه اللي حصل لها؟ بقول لك ايه؟ انت مركب الطقم ولا الطقم راح فين؟ لا 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 طبعا. يا بابا ركز معايا بس. الطبيعي اجدع، ركز في السكه بس. انا مركز في السكه. مركز في السكه. اه انت منين اصلا؟ لا انا من هنا. من هنا منين؟ من هنا. انت من مصر، ما الكلام ده كلام في الرخيص. ولا معاه دولارات ولا ريال ليه؟ لا انت كده في الرخيص بقى، ركز معايا. انت نازل فين يا حاج؟ انت نازل فين؟ نازل فين؟ يا عم مشيت انا بس، مشيت انا. عندنا ايه وحنبره ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انت كده بقول لك ايه؟ بص سكتك يا سماسيم. سماسيم ومين؟ بقول لك ايه؟ وريني محفظتك. بقول لك ايه يا سماسيم؟ لا لا شكله مشفر عليك. بقول لك ايه؟ ما تضيعش وقتنا يا سماسيم. ضيع ايه؟ هو بعد الليله دي كلها بقول لك ايه؟ هو احنا كل شويه بيقع معانا زبونه بنت انتوا ولا ايه؟ لا
زبون ايه ده شكله اشهر على الاخر. لما احنا نقفش بقى اللي في جيبه بقى هتمشي البطله اللي بس بقول لك ايه تكسيني كده بس انا قاعد يا ابني اقعد. انت جايب العصب ده من ايه؟ اوعى كده انت عورت مين؟ عورت مين؟ بقول لك ايه وليه محفظتك بس المحفظه فين؟ انا ماسك الطاره. طب خليني مع اخواتك وبعد كده اخواتي ايه بس؟ انت مالك باخواتي؟ اخواتي دول ياكلوك ياكلوك يا سمسم دول الراجل ده باين عليه ايه يا سمسم؟ الراجل ده في ده هيمد ايده من غير فلوس. ده في التوهان خالص. ده في التوهان. بقول لك ايه محفظتك فين بس وريني كده يا سمسم؟ تعرف الراجل ده بص لي بقى تعرف الراجل؟ بقول لك ايه محفظتك فين بقى؟ الشغل ده بقى يا ابني ما تستفزش. يا ابني يا ابني ما تستفزش. ايه بس معاك فلوس ولا لك 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 وفعل ما فيش؟ بقول لك ايه هتدفع ولا تنزل؟ يلا يا حبيبي الدفع هنا مقدما. ماني تبس بس انت راجل معايا يا ابني. اقعد يا ابني بقى بدل ما اعملها معايا. طلع اللي في المحفظة. يا سمسيم ايه ده؟ طلع اللي في المحفظة. يا سمسيم معلمه احنا لسه بنجي. احنا بنأثر مع حضرتك. ده برنامج. ده مقلب. ده مقلب. ايوه ده مقلب. تعال بس كل اللي حصل كل اللي حصل ده اتصور. انت لسه مصدق يا سمسم؟ انت فيك حل الكلام ده يا عم؟ طب ما اللي حصل جوه ده المدام تزعل يا عم. خلاص بقى بس مدام ما راحت. يا حبيبي على فين؟ اتفضل يا عش. اتفضل يا عش. الحمد لله والله يا حبيبي كله زي الفل. العالم من ايه؟ حبيبي كويسين؟ الحمد لله. والله ايه انتوا رايحين فين في اكتوبر؟ رايحين عند الحسري. ماشي حبيبي. قول لي بس الاشارات دي معاك كده عشان ايه؟ الاشارات مش شغاله عندي. الاشارات دي انت طالع السما؟ لا ولا ايمن وشميل. مش للسما؟ لا لا شبيل شبيل الجن. حلو حلو. نظرك دعاك نظرك دعاك يا حاج ولا ايه؟ وانا واحد. خد انت دي. يا ولا مطب مطلع بتاعت المطب الصناعي. طلع طلع بتاعت مطب مطب. يلا دي مين مطب؟ يلا يا اخي بقول لك مطب يا اخي. ايوه الحل. ايوه الحمد لله. يلا طلع الاطار الشمال. الشمال؟ ايه ده يمين ولا شمال؟ كده لفوق. مش انت ماشيين كده؟ يا اخي بطل يا اخي. بطل يا عم ما تزولنيش انا. طب طلع انت يا عم. طلع دي. طلع دي الحلوات دي. الله عايز. هي واحدة بس؟ واحدة بس؟ كده؟ فكروني بالواد حبيبي. الواد رامي. رامي ابن ابني. ابن ابنك؟ واد عايز. انت عندك كام سنة يا عم؟ عندي 48. بس؟ بس عايش من زمان. لا غب مظبوط. يا حاج انت عامل شعرك ده فين؟ كله عند حمال النونو. ايه ده؟ كله ده 48 سنة. ده 48 سنة بعد المية ولا ايه؟ ايه؟ يا ده يا ده يا احترم يا احترم. بس حلوة النضارة دي يا حاج. بص انا مش انت بس اختين صح؟ انا مش عارف انت تطلع عليا شغلة. ما تجيب النضارة دي لا. طلع لي المتش ده ايه ولا انت جد قد جدي؟ اطلع المطب عاك. طلع المطب. لا مفيش مطب خالص عندنا بقى. عندنا اللي ما شفوش بطلع فيه شغل كده. حلو كده. انا كده حلو صح؟ انا ما زودنيش ولا حلو. احنا قاعدين معاك يا جدو. قاعدين معاك يا جدو. احنا قاعدين معاك يا جدو. بقول لك ايه؟ انتوا بتدرسوا في ايه؟ احنا في هندسه. مهندسين يعني؟ لا بس انت كنت ضايع. احنا؟ والله عم عيب عليك كده. الناس ضايع؟ عم عيب عليك. والله الله انت. امال لو كنت فندس صناعي زي ابنك بقى كنا نعمل ايه؟ انا ابني مش فندس صناعي. امال ايه؟ انا ابني سمكان عربان. هو كده مش صايع؟ كده مش صايع؟ ده راجل كستيب وعيل حرفي. ما احنا مهندسين. انا نجاره. مهندسين؟ انت نجاره؟ تجاره. تجاره. ايوه حبيبي. ايوه. انا انت سنك زالف. انا والله ما عسل حاجه. انا حتى محترم. يا دايما يا انت. يا
بتعمل ايه؟ والله مش يونس. طب اعمل ايه؟ والله العظيم مش عارف. انت بايدك ما تتقدش ده يا حاج الله يخليك عشان بص. انا ضايقك. انا ابويا ما بيعملهاش. ربنا ابويا ما بيعملهاش. يلا زي جدك انا. ابويا ما بيعملهاش. انت عامل ايه؟ ايه رايك؟ يا عم شوف شعرك انت عامل ازاي؟ انا عايز فلوس احلى يا ابني. بس والله جامد. اتفضل يا حبيبي. ايه ده؟ ده فيت رابع حاج. بس يا لعيب والله. بس يا لعيب والله. بس يا لعيب. ما قلتليش شغل طبل. بلاش كفر بس يا ولا في ايه بس يا ولا عيب يا جد كده اوعى تشوف دي اوعى اقول لكم عن تانية دي الحلاوة دي وانت انت ايه يا حاج اوعى على طلع طلع المطب هات المطب بسرعه بسرعه طلع المطب يا طلع المطب 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 طلع ما زولوش بقى ما زولوش بقى ده ولا ده يا عم كله مع بعض ايه راح فين يا دي النيل انت طالع مشكشك ايه يا عم ده اقسم بالله حكى لك موضوع رامي وبتاع والجو ده يا عم ده انت وربنا هتوصله بعد بكره ايه يا عم اتكل على الله ده انت راجل مقرف عايز اعمل ايه يا عم امشي والله العظيم والله العظيم يا عم امشي يا عم وربنا ما هتوصله يلا يا عم انزل اقف على جنب يا عم انزل يا عم حاجه ما بيعملها يا حاج اقف على جنب يا حاج عايزين ننزل بص ده انا طياره طياره ايه يا عم والله ده انا واحد انت مجنون يا حاج انت مجنون بس حبيت انا ده انا وحش الطريق يا عم ده بقول لك رمى مش هنوصل النهارده المحاضره هتفوتنا يا عم حضرتك انتوا طب حضرتك انتوا يا عم مهندسين بقى مهندسين مهندسين بقى ولا زمالك زمالك مالكش دعوه بالزمالك طيب مش شجع الزمالك والله زمالكاوي لا بس انا اهلاوي انت اهلاوي ولا زمالكاوي كده انا بشجع اللعبه الهلال زمالك عمري تعبان صح؟ لا 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 ايوه اخويا ايه يا ابني انت ابن نفسك انا سنة طويل انت انا انت ابوك اوعى قد بكلمك يا عم ادي يا عم بطل ضرب بقى يا عم في ايه يا اسطى عبرك يا اسطى في ايه بطل ضرب يا عم انا عامل الفرق السن اللي ما بيننا غير كده وربنا ما هتشوف حاجه فرق في اللي انا ايه يا راجل يا انت عيل انت مستبق ولا ايه طب تمد بقى تقول انا انت ود هنا تمد بقى تنزلنا خلاص بقى يا عم افتح بقول لك ايه يا يا ولاد انزل بقى انزل لك ده مقفول يا اسطى انزل لي بقى بس يا احمد قول لي زي الحلاوه ولا ما تزهقش؟ عم زين زين انت عايز الجامعه كلها تشوف وانت عايز زين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا يا حاج الحمد لله كله زي الفل فين في الدق ان شاء الله؟ ان شاء الله شارع مصدق يا حبيبي صدق ولا مكذب عادي عامل ايه يا حاج؟ كله زي الفل الحمد لله انت مالك معفر ده كده يا حاج؟ بدل في نفسك ده كده؟ اما معفر ايه ومبهدل ايه بس نعمل ايه بقى شقة؟ شقة بس ما كنتش معفر نفسك كده انت كنت شغال في ايه؟ في العمالة في الدنيا عاصمة الإدارية ولا شغال في إيه ولا غيره؟ عاصمة إدارية يا عم. أمال شغال في إيه أنت؟ أنا بس عايزك تخلي معاك المواسم الإشارات دي. بتاع إيه دول؟ خليهم عشان أنا الإشارات عندي مش شغالة، أول ما يبقى في مطب ولا حاجة إيه تطلع المطب الصناعي. أول ما يبقى في دخل يمين تطلع الإشارة اليمين. الله. أول ما في دخل شمال تطلع الإشارة اليمين برضه. ماشي؟ تعبان ولا إيه؟ ايه دنيا ده مالك كده بسم الله ما شاء الله انا ضيف هنا يا حاج شغال ايه؟ هاني؟ ايوه انا شغال كهربائي كهربائي بسم الله ما شاء الله باين عليه ايه باين عليه ايه؟ بسم الله ما شاء الله مدلدل كده من كل حته انت هتديني ادبك ولا ايه؟ لا يا اخي مش عايز ادب والله دردشه عادي يعني يا جدع مالك انت يا اخي عيب قد ابوك عيب ما انا عارف والله انا على فكره محترم مين سنة ادب وكده وكده على فكره محترمك والله ده عم الحاج انت شارب حاجه ولا ايه؟ يا ابني مالك يا ابني نجس في الدنيا طلع الاشاره طلع الاشاره طلع الاشاره اخش طلع انت ابنك ولا ايه ولا في ايه بالظبط ولا انت؟ انت بس طلع الاشاره يا اخي طلع اشاره طلع اسمها ايه طلع يمين طلع طيب ايه طلع كفه طلع اشاره اليمين اشاره اليمين ايوه طلع اشاره اليمين اليمين اهي ايوه هو معانا ده مركب معانا ده؟ ركبوا معانا معاك يا باشا لحد اخر الشارع ايه ده؟
يا دي النيله يا عم شكشك يا عم انت مفيش غيرك ولا ايه يا عم ده انا عارفه يا عم انت مفيش غيرك في المنطقه انا عارفك بقول لك ايه خلي بالك الراجل ده انا راكب معاه مراتي كانت بتولد دلوقتي ابني في خمسه ابتدائي ينزل عشان خاطر مش هوصلك يا عم يا عم ده انت راجل مؤذي استنى بس استنى تعالى لا لا يا راجل انت يا عم ادفع الاجره استنى بس انت راجل ايه مني يا راجل يا جدع استنى نروح الدق يا راجل طب استنى اوصلك بقول لك ايه طب خليك بس اوصلك توديني فين اوديك الدق توديني فين توديني مش المجرين ولا توديني العباسيه توديني فين انت لا اوديك الدق اهي بقى ساعه ماشي منها وتلف بينا فين انت غريب يا لا الله عشان غريب جاي من كفر الشيخ دي عشان غريب شايف مشدنا الواد ايه الواد ايه ده طويل كفر شوف شوف ما انت باين عليك اصلا مش طبيعي باين عليك بقول لك ايه مش باين عليك مش طبيعي بقول لك تعالى كده نزيع اول ولا منزيع؟